هواوي P40 Pro Plus، النسخة الأرقى ضمن سلسلة هواتف P40 التي أطلقتها شركة هواوي مؤخراً. يضم P40 Pro Plus على الأغلب أفضل كاميرا يمكن أن تجدها في هاتف ذكي، ولكن قبل أن نتحدث عن هذه الميزة دعونا نستعرض سريعاً أبرز مواصفات الجهاز. يبدو P40 Pro Plus رائعاً من حيث المظهر والملمس، فواجهته الخلفية المصنوعة من السيراميك اللامع تجعله أنيقاً وصلباً، لكن يتعين الانتباه فهو قابل للكسر أيضاً. يتمتع الهاتف بأداء سريع ورائع بفضل معالج كيرين 990 الأحدث و8 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية، كما يضم ذاكرة تخزينية ضخمة 512 جيجا بايت قابلة للتوسعة عبر نانو ميموري كارد من هواوي. الشاشة هنا من نوع OLED بقياس 6 بوصات فاصلة 58 بدقة 1200 في 2640 بيكسل بمعدل تحديث 90 هرتز. الثقب المخصص للكاميرا الأمامية كبير بعض الشيء، فهو يضم كاميرا ثنائية، الرئيسية بدقة 32 ميجا بيكسل تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 و60 إطاراً في الثانية. الكاميرا الثانية TOF 3D تدعم عزل الخلفية. يعمل P40 Pro Plus بنظام التشغيل أندرويد 10، ولكن للأسف بدون خدمات جوجل. بدلاً من ذلك هناك متجر هواوي الخاص App Gallery، حيث توجد كثير من التطبيقات المهمة، كما أن تجربة واجهة هواوي EMUI 10 المبنية على أندرويد مستقرة وسلسة وقوية. البطارية هنا بسعة 4200 ملي أمبير ساعة، تدوم ليوم كامل بسهولة حتى مع الاستخدام المكثف. يدعم P40 Pro Plus الشحن السريع بقوة 40 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 40 واط أيضاً، والشحن اللاسلكي العكسي للأجهزة الأخرى بقوة 27 واط. يضم الهاتف خمس كاميرات خلفية، رئيسية بعدسة تصوير عريضة جداً بدقة 50 ميجا بيكسل مثالية لالتقاط الصور بزوايا عريضة وبدقة عالية، كاميرا سينمائية بعدسة تصوير عريضة جداً بدقة 40 ميجا بيكسل متخصصة في تصوير مقاطع فيديو HDR 4K في ظروف الإضاءة المنخفضة، كاميرا TOF لعزل الخلفية، كاميرا تيليفوتو لتقريب البصري حتى 3 مرات، وكاميرا تيليفوتو لتقريب حتى 10 مرات. في الحقيقة ميزة التكبير البصري هنا رائعة، فهي تمكنك من الاقتراب من الجسم الذي تود تصويره وأنت في مكانك دون خسارة في الجودة. P40 Pro Plus الوحيد بين جميع الهواتف الذكية الذي يضم خاصية التكبير البصري حتى 10 مرات، وهنا نعني تكبيراً حقيقياً، كما نشاهد هنا يمكن التقريب الرقمي حتى 100 مرة. باستطاعة P40 Pro Plus التقاط صور غاية في الروعة، تضم أدق التفاصيل ومفعمة بالألوان حتى في وضعية التصوير الليلي. يدعم الهاتف تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية. أما بالنسبة للسعر فيبلغ ثمن P40 Pro Plus من هواوي 1570 دولاراً، فهل يستحق السعر بعد كل ما ذكرناه؟ لا تنسوا أن تشاركونا آراءكم.